لوحات تشبه إلى حد كبير الصور الفوتوغرافية وتوحي بأنها ثلاثية الأبعاد. إنها لوحات فنان الرسم بالبخ الإيطالي كوزيمو كايفا الشهير باسم كيوني. يرسم الفنان معظم لوحاته في محل إقامته نيرفيانو القريب من ميلانو. الجدران هنا عبارة عن رواق عرض مفتوح لإبداعات الفنان. أردت هنا أحدث تأثيرات مضللة، وكأن الجدار من الورق المقوى. وجه المرأة يقع في الخلف وهي تمسك بيدها قطعة مستديرة من الزهرة الكرتونية المقصوصة. غالبا ما يرسم أشخاصا أو حيوانات في ارتباط وثيق بمحيطها. أحدث أعماله هذه السلحفاة. كان قد وضع نموذج اللوحة مسبقا على شاشة الكمبيوتر ليسترشد به. هذه السلحفاة العملاقة تبدو وكأنها خلف العمود، وهنا أريد استكمال رسم السماء وبعدها النباتات ليبدو الجدار وكأنه شفاف. ترعرع كوزيمو كايفا في ألمانيا، وكان في صباه يرسم بالبخ لوحات جرافيتي، ومنذ عام 2001 عاد ليعيش في إيطاليا حيث طور تقنيته في الرسم الثلاثي الأبعاد. رسم الفنان صورة لابنه أيضاً وكأنه ينزوي في أحد أركان المنزل. أردت الاختلاف عن فناني البخ الآخرين الذين يقدمون واقعية مفرطة. أرى أن ما أقدمه هو أكثر إثارة. أحاول دائماً دمج الجدران في العمل الذي أقدمه. وفي ميلانو قبل فترة وجيزة غطى برسوماته حائط منزل بالكامل، حائط بارتفاع 21 متراً كلفته به شركة معروفة في ميلانو وتركت له حرية اختيار الموضوع فرسم نفسه. يتأكد دائماً من صحة النسب بنظرة من بعيد. رسمت نفسي أثناء عملية البخ. حاولت إضفاء سمة ثلاثية الأبعاد عبر ثلاثة مستويات مختلفة وأحد أطراف الصورة حيث يبدو وكأنه تم تجاوزه. كان يريد صنع الأصابع من الخشب وتركها فوق الإطار، لكن السلطات لم تسمح بذلك. ومع ذلك نجح تأثير ثلاثية الأبعاد لأنه أطال حافة المبنى بصرياً، فبدت الأصابع وكأنها جزء من منحوته. عودة إلى نيرفيانو. يحتاج كوزيمو كايفا إلى 3 أيام كاملة للانتهاء من لوحة السلحفاة العملاقة. الخداع البصري يبدو في أحسن صورة من هذا المنظور. هذه اللوحة تختلف عن كل اللوحات الأخرى، وقد تم تصويرها وتنفيذها بدقة عالية. تبدو رائعة وواقعية جدا وكأنها ستخرج من الجدار. لوحة السلحفاة بمثابة تمرين، لا يتقاضى لقاءها أي أجر، مجرد استمتاع بالفن. أفعل ذلك بالدرجة الأولى لأمنح الشعور بالسعادة للأشخاص الذين يمرون بها في طريقهم إلى العمل، شيء من البهجة في حياتهم اليومية. على طول جدار المصنع يبدع كوزيمو كايفا دائما أفكارا جديدة. جدار يسميه قاعة الشهرة.